تمام. يلا شباب، نكمل الجزء الخاص بالبلس. الحصة اللي فاتت أخذنا ليسون 1 و 2. تمام يا شباب، مع حضرتك يا سير، آخر حاجة أخذناها كانت إيه؟ آخر حاجة يا سير خدناها ثانية واحدة في الكلاس. ليسون 2، 1 و 2 في الوحدة الجديدة. ها اللي هي يونت يا سير سكول تايم يونت البلس زعبت. بلس بلس بلس، أي بدأنا سي الجزء الأول وحلينا فيه طبعا التدريبات الخاصة بليسون 1 و 2 اللي هي وي كان ميك ا ديفرنس، وي كان ميك ا ديفرنس، وأخذنا جزئية طبعا تحويل السؤال في غير المباشر، وعرفنا إزاي بنحل عليه جزئيات الاختيار الخاصة بجرامر. جينا هنا اهوت، الجزء ده طبعا حليناه مع بعض الحصة اللي فاتت اللي هي 170، صح؟ سير، احنا كان المفروض ناخد بارت 3. 100 يا سير، بارت 3. ايه بارت 3 ده؟ هو ده يا سير، الجرامر ده هو اللي علينا يا سير يا المرة دي. سير. بارت 3 ولا ليسون 3؟ لا لا بارت بارت 3 يا سير. طيب تعالى نشوف الجزء الخاص بجزئية الجرامر اللي عندي فيه اليونت كله. هنشوف الجرامر الخاص باليونت الأخير ده كله، وزي ما قلت لك حاول تحفظ كلمات على قد ما تقدر من اليونت. تعالى نشوف جزئية الجرامر، هي تكملة لجزئية جرامر أخذناها في الوحدة اللي فاتت اللي هي ريبورتد كويستشنز، تحويل السؤال لغير المباشر. اتفقنا طبعا في جملة المباشر إن أنا بيكون عندي حاجة اسمها فعل قول، وجملة تانية اسمها جملة ما بين الأقواس. في الجملة الخبرية كان فعل القول بيكون عندي حاجة من اتنين، يا إما سيد يا إما طولد، يا سيد يا طولد، وقلنا بنربط برابط اسم ذات، وبعدها بستخدم طبعا جملة ماضي بسيط. إذا كان الفعل اللي عندي بره سيد أو طولد يبقى اللي جوه ماضي. طيب النهاردة بيتكلم عن تحويل السؤال. جملة السؤال عندي، جملة السؤال بيكون فعل القول فيها أسكت، يبقى دايما هميز جملة الاستفهام جملة السؤال ان فعل القول ما هوش سيد ولا طولد، امال بحول الافعال دي كلها لفعل نهائي اسمه اسكد بمعنى سأل. يبقى اقدر اقول هنا فعل القول عبارة عن اسكد، وجوه بيكون رابط الجملتين، رابط الجملتين هو عبارة عن نفس أداة الاستفهام اللي موجودة لو في أداة استفهام، أو إني بأربط برابط اسمه إف. يعني أنت عايز تقول إن الجملة الاستفهامية فعل القول فيها أسكت؟ آه، زي اللي قدامي ده في وان وتو أهو، أسكت وأسكت. طيب هناك الرابط بيكون عبارة عن إيه؟ الرابط بيكون إف في حالة إذا كانت الجملة سؤال بفعل مساعد زي هاف أو دو أو داز أو إز أو آر. في كل الحالات دي بعوض عن الفعل المساعد هنا اللي معناه هل برابط اسمه اف. وبعدين ده اللي يهمني، ايه اللي يهمني؟ ان بعد اف او بعد اداة الاستفهام اللي موجودة تكوين الجملة عبارة عن فاعل ثم فعل ماضي، فاعل ثم فعل ماضي زي شي هاد او وي هيرد. طيب تعال نشوف الجملة دي بعد التحويل عاملة ازاي. تاني لما اقول نورا اسكت مها، نورا سألت مها اف، بدلا من هاف انا جبت اف، بدلا من دو بربط باف، وبعدين الفاعل اللي عندي شي، والماضي كان السؤال عندي هاف حولت هاف لهاد. طب هنا بسأل بدو مع هير بتديني هير مضارع بسيط، طب لما احول بجيب الماضي من هير اللي هو هيرد. يجيبها لي ازاي في الامتحان؟ يقول لي هي اسكد اس اف كود وي ولا وي هير ولا هيرد وي ولا وي هيرد. لا هقول له وي هيرد. ليه؟ لان انا عايز بعد اف فاعل زي اي او هي او شي او اي اسم ثم فعل ماضي. ده امتى؟ اذا كانت جملتي اولها هاف او هاز
دو او داز، از او ار، يعني سؤال بمعنى هل، يبقى بربط باف. طيب النوع الثاني من السؤال اسمه دبليو اتش كويستشنز، اللي هي الاسئله اللي بتبدا باداه استفهام زي ديت. انا بقول وير از علي، ده السؤال الطبيعي او السؤال المباشر، وير از علي. طب لما اجي احول سيد هحولها لاسكت، ليه بقت اسكت؟ لان انا عندي وير سؤال، يبقى بخلي فعل القول عندي اسمه اسكت، وبعدين بربط باداه الاستفهام اللي موجوده. موجوده وير هقول له وير، موجوده وين هقول وين، موجوده هاو هربط بهاو. يبقى اداه الاستفهام اللي موجوده هي الرباط، هي اللي بربط بيها، بحذف الاقواس وبربط بكلمه وير. طب وبعدين انا عايز بعد اي اداه استفهام فاعل ثم فعل ماضي، فاعل ثم فعل ماضي. طب اصل الجمله از علي، لما جاوب هتبقى علي از. طب والماضي من از؟ قال لي واز. يعني الجمله كده متحوله وزي الفل. اه طب لما بيجيبها لي في الاسئله هيقول لي ليلى اسكت وير علي واز، وير علي واز. طيب الجمله الثانيه، قال لي اشرف اسكت مي، سالني وين، وين ديت اداه الاستفهام او الرابط اللي عندي. هقول له وي كان، لا كان وي، لا كود وي، لا اسمها وي كود، وي كود ومصدر، وي كود والمصدر بعد كود طبعا. يبقى كود هنا هي الماضي من مين؟ الماضي من كان، يعني كان حولتها لكود. اه طب ما عملناهاش ليه كود وي؟ لان كده سؤال، انا بحول السؤال لاجابه، بحول السؤال لاجابه. طيب في ايه تاني؟ تعالى لي هنا، لما يقول لي في الجملة دي what do you want، what do you want ده سؤال في المباشر. طب انا هميز مباشر وغير مباشر ازاي؟ حبيبي قدامك علامات التنصيص اهي، اللي هي الكوتيشن ماركس اهي، علامات التنصيص موجودة، يبقى ده اصل الكلام، ما فيهوش لا تحويل ولا اي حاجة. اصل السؤال what do you want، ماذا تريد. طب لما حولت قلت سارة asked me what I، لا ما ينفعش دو، لا وات اي فاعل اهو وات اي. طب هقول له وانت، لا برضه. ليه؟ لان عندي اسكت ماضي، يبقى اللي جوه برضه ماضي. طب جبت ماضي منين؟ حبيبي دو مع وانت تديني وانت، الماضي من وانت اسمه وانتد، الماضي من كان اسمه كود، الماضي من از اسمه واز. طيب تمام، تعالى نطبق على الكلام ده ونركز واحده واحده عشان نشوف الافكار المختلفه اللي في الجمل. بيقول لي هي اسكت اف وي، حبيبي تمام، انا شفت اسكت وشفت الرابط اللي اسمه اف، وبعدها وي اللي اسمه فاعل، يبقى انا يلزمني فعل ماضي، يلزمني فعل ماضي. مين الماضي هنا؟ نو نيو، نو ده هي نو أول واحدة سير تمام. نمبر 2 شي اسكت مي اف اي، شي wanted اسكت مي اف wanted اي، يبقى انا عايز ماضي اللي هي wanted. نمبر 3 ذا دكتور اسكت مي اف اي نقط سي، كود ده بيقول لي كود نقط سي ايه اللي كود جاي لي كود بعد النقط. كود خلي بالنا عشان لو انا مدي لك هنا واز، برضه لو انا مدي لك واز وكود الاثنين ماضي يا سير، بس حبيبي بص للفعل اللي بعدها مصدر، المصدر عايز كود، المصدر عايز كود. دينا اسكت مي اف نقط اي من هاد، اف اف كده انا عايز من اف رابط. هو ينفع اقول له وات اي هاد ا موبايل فود، ماذا كان معايا موبايل؟ لا، اذا كان معايا اف، اذا او لو، اف اذا او لو، يبقى محتاج لاف هنا. احمد نقط مي اسكت وير ذا بوك واز، اسكت اداني اسكت وير واداني الفاعل بوك واداني واز ماضي، يبقى انا محتاج فعل القول في الماضي وفي حالة سؤال، في حالة سؤال يعني اسكت، مش سيد ولا طولد، مش سيد ولا طولد. منى اسكت هالة هاو شي، هاو شي انا communicate محتاج ماضي اللي هو communicated. بعدها تاليا اسكت هير سيستر وات شي، وات وفاعل اهو، انا محتاج ماضي. مين هنا ماضي؟ ما عنديش غير واز، وواز مع دوينج تديني ماضي بس اسمه ماضي مستمر. آه ببص في نمبر 8 لقيت الكوتيشن ماركس منورة اهيت، علامات التنصيص موجودة، كده الجملة متحولة؟ لا كده مش متحولة، ده أصل السؤال، أصل السؤال يبقى اسمها وير دو يو ليف، وير دو يو ليف، وير دو يو ليف. نمبر 9 زي اسكت هيم وات هي، هقول له وات هي، آه ده مديني إيه بعدها؟ إيه تصريف ثالث، ثالث يبقى أنا محتاج لهاد،
محتاج لهاد عشان اكون ماضي تام، يبقى هاف وهاز اتحولت لهاد، هاد ايتن. نمبر 10 الصوت، هي اسكد اف اي، اف اي عايز ماضي، الماضي اللي هنا اسمه نيو. عرفت. النقطة اللي بعدها طارق، اسكد اف هند، اف هند عايز ماضي، مين هنا ماضي؟ لايك دي بس، لايك دي بس. وائل نقط يارا، اف اداني اف يبقى اقول له اسكت، اداني اف او وات او وير يبقى بقول له اسكت. شي اسكت مي اف نقط وركد فروم هوم، شي اسكت مي اف اي، اذا كنت انا بشتغل من البيت ولا لا. اف اي عايز فاعل مش مفعول. ذا اوفيسر اسكت مي هو نقط ذا باج، هو فاوند، هو فاوند، هو ماضي. ها مسز الهام اسكت مي اف اي، عايز ماضي، فين الماضي؟ واز جوينج، الماضي واز جوينج، الماضي واز جوينج. تعال نشوف الكوريكت ده، انا ما بيجيليش كوريكت هنا، ولكن اعرف عشان تقدر تشتغل صح في الاختياري. هي اسكت اور تيتشر اف شي، اف شي ممكن، قال لي اسكت ماضي يبقى لايك تبقى لايك ده اي دي. ها شي اسكت هير ماذر اف شي، يبقى واز. ذا اولد مان اسكت، هي اسمها اسكت مين؟ اسكت مي، انا عايز ضمير مفعول بعد اسكت، عايز مفعول، والمفعول من اي اسمه مي. هيز فاذر اسكت هيم وير هي وينت، ماضي من جو وينت. ليه يا ابني وينت ماضي؟ لان انا عندي اسكت ماضي، يبقى اذا كان هنا ماضي هقول له هناك ماضي. ذا اسكت هيم وين هي، الماضي من كان اسمها كود، الماضي من كان اسمها كود. تعالي لي، تعال نكمل الجزء ده، كملنا الحصة اللي فاتت. We are all يا حلوين، ده كان في الواجب. We are all different. كلنا مختلفين. خلي بالك قطعة، لو جالي حاجة في الامتحان من اليونت ده يجيب لي فقرة زي دي اللي هي في الدرس الأول. We are all different. كلنا مختلفين. It's a good thing. Imagine if everyone was good at the not singes. اسمها زي ايه singes؟ Same. The same. Some of us have hair. بعضنا عنده شعر ايه؟ And some have straight. هو اداني straight يبقى انا هقول له هنا curly. اداني هنا straight يبقى انا هقول له هناك curly. بعد كده my friend عمر is tall and wears ولابس ايه؟ He is very creative. ما عادش عندي غير كلمة glasses. He is wearing glasses. تعالى للترتيب. شادي is tall and wears glasses. شادي is tall and wears glasses. شادي is tall and wears glasses. الجملة الثانية انجي، عرفنا عن انجي ان هي ايه بقى؟ تمام، هقولها تاني. انجي ويرز بريسز، لابسة البريسز اللي هو التقويم، تو هيلب هير تيس، عشان يساعد سنانها جيت ستريت. تو هيلب هير تيس جيت ستريت. آخر جملة وأهم جملة في الثلاثة، آخر جملة وأهم جملة في الثلاثة. هاو آر We different to each other. How are we different to each other. إزاي إحنا مختلفين كل منا عن الآخر. How are we different to each other. To each other. بعد كده إداني القطعة اللي بتتكلم عن الاختلاف وان كل الناس مختلفة، وبدأت توصف لي في الولاد اللي موجودين في الكلاس، ومعلم لي هنا كلمة مين. هي مين يعني يا حلوين؟ بخيل، بخيل او قاسي او سيء، يعني صفة سيئة. بيقول لي ذا اندرلاين ذا ورد مين، كلمة مين معناها؟ هقول له مين معناها انكايند، مين معناها انكايند. امل يوزز ايه بيكوز شي كانت ووك، من غير قطعة، من غير قطعة، من غير قطعة أقدر أجاوب ديت وأقول له ويلي تشير. النقطة اللي بعدها، وات هابند وين طارق فورجوت هيز جلاسز، إيه اللي حصل لما طارق نسى النضارة بتاعته؟ He can't see well. He couldn't see well.
طارق. الكودنت سيول. الكودنت سيول. يبقى هنا قلنا طبعا الكودنت طارق كان سيول. ناسي، so he couldn't see well. He couldn't see well. النقطة الأخيرة، what should you do؟ ماذا يجب أن تفعل؟ When you see someone unkind أو mean to others، لما بتشوف حد قليل أدب مع الناس تعمل إيه؟ You should always come. ها 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 should always come and tell me And or tell another me teacher. or other يبقى teacher. هقول هنا، هقول هنا اهوت I should tell the teacher. I should Me tell. or another teacher. I should tell the teacher. يجب أن أقول للتيتشر. تعالى للمحادثة اللي بعدها. Page 73. بيقول لي كمل بكلمة من دول. Sign و mewing و talking و communicate و signal. بقول hello everyone. What sounds do you hear every day? قلت I hear some people. Some people. البيبل بيعملوا إيه من Talking, دول؟ talking. Talking. I He's hear some talking. people talking. أنا بسمع الناس بتتكلم. I hear some people talking. I hear some cats. وأنا سمعت بعض القطط. هي القطط بتعمل إيه؟ Meowing. ميوينج. Meowing. يبقى الأولى talking والثانية ميوينج. بعد كده بقول what ways do we use to not with people with hearing Communicate. difficulties. Communicate. طبعا Communicate. اسمها communicate with. Communicate. communicate with. communicate with. قال لي we can use language. هي اسمها إيه language؟ Sign language. ساين. Sign language. ساين الأولى. ساين لانجوج مش سيجنال. ساين الأولى. ساين لانجوج. بعد كده يلا جرامر تاني. هي اسكت اس اف. هي اسكت اس اف. ها شي نوت وير هي ليفد. Asked. شي اسكت. ذا تيتشر اسكت اس اف. We could. If we could use, if we could, if we could. ليه يا باشا؟ لأن أنا عايز بعد if فاعل وماضي، فاعل وماضي، الفاعل we والماضي could. Mom asked me what I time do. my homework. I ما did. ينفعش do، ما ينفعش I do. did. يبقى المفروض What I what did. time I did. What time I did. He asked me if. If هقول له I، بس I and he. I lived. I I lived. lived طبعا لأن أنا عايز ماضي. يبقى he asked me if I lived with my family، إذا كنت عايش مع الأسرة ولا لأ. Dad asked me. Dad asked me Spanish. هقول إيه؟ Did I speak? If I spoke. If I spoke اللي هي سي. If I spoke. Adam asked me how I I was. was. How I Was. was. بعد how عايز فاعل زي I ثم was. عمر asked me where. Where. ومن I الدنيا did. وركد. لا ده I من الدنيا did. وركد. من الدنيا Where is. وركد. Did you? من الدنيا وركد. ما I عنديش did. غير I بس. I worked. الأخيرة. يبقى where I worked. Where I worked. He asked all If we seats. could. If we روايح. could. If we could. If we could. If we could. اللي هي سي. نمبر 10. I اي asked. نقط عمر I وير. asked. طالما عندي وير او وات او اي اداه استفهام يبقى فعل القول عندي اسمه اسكت. سأل. تعالى لي. القطعه ديت موجوده عندي في النص الثاني اللي كان موجود في الدرس الاول اللي هي our teacher invited an interesting person. استدعت شخصيه او عزمت شخصيه طبعا مشهوره كولد مستر كمال اسمه كمال اللي جه وسالنا وقال لنا ايه الاصوات اللي بتسمعوها. فانا قلت له انا سمعت الناس بتتكلم والتاني يقول انا سمعت القطط بتعمل مواه. بعد كده قال لي هنا اهوت what we thought would happen if we couldn't hear well. ايه اللي يحصل لو احنا مش بنسمع كويس؟ it really made us think. بيخلينا ده نفكر. Adam asked if we would only be able to hear. لو بنقدر نسمع اللاود نويزز الاصوات العاليه. مستر كمال said that he was right. It's difficult to hear quiet noises. صعب ان نسمع الاصوات الكويت الهاديه. مستر كمال is. هو كمال ده ايه بيرسون؟ اسمها interesting person. interesting person is an interesting person زي ما هو كاتبها لي في القطعه. interesting person. النقطه اللي بعدها it isn't. حمار. easy. Easy. هو بيقول لي it is It's difficult. not. it is difficult. I'm not يبقى هنا هقول له it isn't easy. it saying. is difficult يعني it isn't easy. it is difficult يعني it isn't easy.
وات از ذا تكست اباوت، هو النص ده بيتكلم عن ايه؟ مستر كمان هو قال لي اهو عزمنا what is الراجل the اللي interesting هيتكلم thing عن، ها هيتكلم عن ايه؟ ها he will about tell the me best the ways problems to ways to communicate with communicate people who have hearing difficulties. يبقى اذا القطعة بتتكلم عن the best ways to communicate with people who have hearing difficulties، افضل طرق للتعامل مع الناس اللي عندها مشكلة في السمع. النقطة اللي بعد كده، what is the sound of cats؟ اقول له ميو sound of cats ميو اسمه ميوينج، ميو اسمه ميوينج. بعد كده بيقول لي اكمل القطعة، برضه نفس الفكرة، عايز اكمل بكلمة من الكلمات اللي موجودة، وهنا شكله مديني بعض الاشياء اللي بنستخدمهم في حالة الديسابيليتي. We don't look the same، احنا كلنا مش زي بعض. Because our families are different، أسرنا مختلفة. آسر is very tall، he's taller than everyone in the class. I am very short، I have green eyes، and آسر has brown eyes. سليم's hair is curly، but وليد's hair is very straight، is very straight، is very straight. واحد curly but تاني straight. And he wears glasses. انجي ويرز ايه بقى؟ تو هيلب تيس جيت ستريت. طبعا لابسه البريسز، لابسه البريسز، يبقى اول ما الاقي تيس يبقى دي اسمها بريسز. امل يوزز بيكوز شي كانت ووك، مش بتقدر تمشي، يبقى بتستخدم الويل تشير. امينه هاز ا بيكوز شي هاز بروبلم هيرنج، عندها مشكله في الهيرنج في hearing is السمع، like hearing عندها is بروبلم هيرنج، يبقى هي بترتدي حاجة اسمها الهيرنج ايد، سماعة الأذن. مرة تانية بيقول لي everyone is، everyone is مين في دول يا حلوين؟ الله، everyone is ايه؟ different، everyone different. is different، كلنا مختلفين. some of us have two brothers and sisters and others have three. some of us are good at art and others are good at، مين اللي ممكن يجي سبورت مع الارت؟ سبورت ارت، سبورت واحد شاطر في الارت والتاني شاطر في السبورتس، يبقى اسمها good at sports. The important thing is that we look after each other، بنعتني بعضنا البعض in our classroom. People shouldn't be to someone because they are different. People مين shouldn't be، مين لما اقول لك shouldn't be يجب الا يكونوا صفة وحشة بقى، ايه الصفة الوحشة هنا؟ مين اللي هي unkind يعني، يبقى people shouldn't be mean، يجب الا يكونوا وقحين او غير طيبين او قاسيين مع الناس. I saw someone being unkind، انا شفت حد كان قليل الادب to my friend because he forgot his glasses his glasses، glasses لانه كان glasses ناسي نظارته، so he couldn't see well. I felt sad about that. تعال نشوف، يلا. ال opposite of curly is straight straight. straight Angie wears mean to help get hearing straight. is طبعا لا اللي هي hearing braces، is braces، braces عشان التيس. امل uses ايه؟ because she can't wheelchair walk، مش بتمشي، wheelchair يبقى wheelchair بتستخدم حاجه اسمها wheelchair. امينه has because hearing she is has hearing problem is hearing، طالما hearing glasses يبقى لابسه حاجه اسمها hearing aid. طارق forgot his، he glasses couldn't see، glasses مش بيشوف، مش بيشوف، glasses يبقى نسى الجلاسز، النظاره. when someone is he is مين مين unkind، مين تعريف كلمه مين unkind مين مين عندنا قلنا مين مين. مين مين تمام، تعالى لي بعد كده لجمل الترتيب. يلا، الجمله الاولى هاو، وقلناها اكتر من مره، وقلت لك هي دي جمله الدرس الاول. How are يبقى we different how to each other? are How we are we different different, different to each other? to each other؟ how are we different to each other؟ الواد ده آسر، قال لي آسر Answer is is taller yes. than everyone else in the In class، the class. هو أطول من أي حد تاني في الفصل، يعني أقدر أقول إن he is the tallest. أيوه، لما أقول آسر is taller than anyone in the class، أطول من كل حد في الفصل، معنى كده إن he is the tallest. ها we We should we should all all hear each other's
we should all we should all help علينا each other جميعا at help school. each other نساعد Help بعضنا each البعض other at at school. school. At school. We We are all we are all equally we are important. Equally, equally equally important. important. Equally equally important. important. يبقى we are all we are all equally important. كلنا متساويين في الأهمية. Our ودي جملة our امتحان برضو. دي جملة امتحان. يبقى our هقول له هنا our our school is for everyone. مدرستنا للجميع. اللي فتح التلفزيون عنده ده ولا فتح إيه؟ يا رجان رجان قلنا جملة مهمة اللي هي we are all equally important كلنا ذو أهمية واحدة our يبقى هقول له our school is Our school is for everyone. for everyone مدرستنا للجميع it's It's good. It's that that everyone is different. ايوه هدي It's حاجه good that كويسه everyone اتس is different. جود ذات ان ايفري وان از ديفرنت ان كل واحد فينا مختلف عن التاني تعالى نشوف جزئيه تانيه يلا نشوف ده كمان مستر كمان نقط قص اسمها ايه قص وات ساور Here. اهي اهي أسكت بقول أس. وات Here. بقول وات أسكت. يا ولد يا ولد طبق الجرامر أسكت. مديني وات يبقى أسكت. اسكت أسكت. اسكت اص وات ساوندز وي هيرد افري داي الاصوات اللي بنسمعها وي هاد لوتس اوف ايدياز ماي فريند ادم سيد هي نقط اذر بيبول توكينج هي نقط هي هيرد الاصوات اللي بنسمعها هي هيرد يبقى هيرد اذر بيبول توكينج وانا قلت له كمان ان انا بسمع الميوينج بتاع الكات زين مستر كمال اسكت وات وي ثوت وود هابن اف وي نقط اف وي نقط هير ويل وات We thought if we couldn't hear well. لو احنا مش بنسمع كويس. I really made us think. Adam asked not we. If طبعا asked if. Asked if. تعالى لجزئيات الجرامر مرة تانية. She asked. What happened? What happened? ها. What He happened? asked. If we could. If if we could. could. How do you communicate لما حولناها قال لي he asked how we communicate how we communicated how we communicated طيب how we عندي communicate عندي الجملة بدأ بهاو يبقى لازم لما احولها اربط بهاو how we communicated do you know اول ما اشوف do يعني if اول ما اشوف do يعني if يبقى if I اقول know هنا he asked if I if know if I know if I knew do برضو if بس if انا if يبقى عندي we غيرها heard if we heard if we if we heard heard وات يبقى انا محتاج لكلمه وات هو We اداني وات knew. ساوندز اهيت وات ساوندز اهيت We يبقى وي knew. We هيرد فاعل ماضي فاعل وماضي مستر كمال وات طالما وات أسكت. يبقى اسمها اسكت وات اسكت أسكت. وات ادم اسكت اف وي اف وي عايز Had. ماضي الماضي Had. هنا اسمه Had. هاد Had. مستر كمال اس وات أسكت. وات أسكت. يبقى أسكت. اسمها أسكت. اسكت وات مستر كمال asked us if we if we what it was if What we this? بقى عايز What ماضي this? مين في دول If we فاضي could guess. If you could الماضي guess. هنا Give could guess. الماضي هنا could Mrs. Mona asked هقول how were لا how we ممكن how How we did were. we How we ممكن were. How بس we ده were. هنا How هي we were. تسير يبقى how we were different ازاي كنا احنا مختلفين The teacher asked the doctor If what's up? What's up? لا Why ما did the ينفعش افود ما ينفعش افود If the if boy the would, the boy boy would would. if the boy would اللي هي الاخيره he asked me هقول له why ولا what ماشي على حسب بيقول لي to be a scribe Why I هقول له wanted. ماذا اريد ان اكون scribe ولا لماذا Why لماذا why why يبقى I why wanted. I Why I wanted wanted. why I wanted لينا asked what They were. They they were. They were. they Where. They they were. where سامح اسكت هو Who was Munira? يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل كنا بعد أداة استفهام عايز فاعل وبعدين ماضي يبقى منيرة واز ماستر سامح اسكت نقط اي ثوت انا محتاج هنا اف اي ثوت ذي اف وود هابي هقول له اف اف نادين اسكت اف واز لا
ذا هاوس ممكن، ذا هاوس اه، هاوس اذا إيز. ذا هاوس واز، لان عايز فاعل ثم ماضي. هي اسكد واي ها Why يو you wait? Wait, why you وير، wait? عايز ماضي. مام اسكد وات، وات You wait. You wait. وير، وات يو وير. هيز تيتشر If I اسكد could. If I اف could. If I اي could. كود. طب ليه مش اف اي كان؟ لان لازم اجيب ماضي، لان لازم اجيب ماضي. طب ليه ما قلتش اي كود؟ ما هي ماضي حبيبي، لازم يكون عندي يا اف يا اداة استفهام، يا اف يا اداة استفهام. تمام، تعالى لي بعد كده الجملة الاولى. هنا بيقول لي كان يو اول Can you all Can you see the all see whiteboard? ذا Can وايت you بورد؟ all see the whiteboard? يعني هل انتوا كلكم شايفين السبورة؟ Can you all see the whiteboard? How How do you how communicate at can you school? at How do you school? At school. communicate at school? Do you a lot of time hear a lot of times outside? Outside? Do you hear lots of sounds outside? Can You Can guess what it is? Can you guess? Can you guess? Can you Can guess what it is? What it is? What it is? النقطة الثانية، خلي بالك، استناني، خلي بالك من الجملة دي، خلي بالك من الجملة دي. Can you guess what it is؟ مش what is it، what it is. ليه يا سؤال؟ ما هي سؤالة هي حبيبي، ما انت بدأت في الجملة أساسا بكان سؤال، يبقى ما ينفعش سؤالين يجوا في جملة واحدة. تمام، الأول سؤال تكون سؤال يعني فعل مساعد وفاعل، والتاني جملة عادية خالص. يبقى كان يو جيس وات ات از، وات ات از. الأخيرة هنا We had بقول له lots of we ideas. had we had lots Lots of of ideas. ideas. بعد كده بقول له do Do you know how to use how how to to use. how Do you to know how to. use Do you things know how now? to. Do you know how to. هل تعرف كيف use sign language؟ Do you know how to use sign language؟ بعد كده الكلمات دي كانت عندنا في الحفظ، حصل Oh, yes, sir. أيوة يا سيدي. كلمات، انا قلت لك دوس أيوة شويه في سيدي. الكلمات. الجرامر الاولاني الحمد لله كلنا تمام اهوت فيه، فاضل لي حته جرامر صغيره اللي هي مقارنه الصفات الاي اس تي. فاكرينها؟ فاكرينها؟ فاكرين الاي أيوة اس تي؟ ذا اي اس تي، أيوة السوبراتيف. أيوة السوبراتيف قلنا بستخدم ذا والصفه الاخيره اس تي، زي ذا تولست، ذا شورتست، ذا بيجست، ذا سمولست، ذا فاستست. طب ولو الصفه، ولو لا الصفه طويله، ولو الصفه طويله يبقى بقول ذا موست، والصفه الطويله زي ذا موست انترستنج او ذا ليست انترستنج. فين الجزئيه ديت؟ تعالى لي للدرس الخامس في جزئيه الجرامر، وبعد كده سيادتك معاك الكلمات بتاعت اليونت كلها اهيت. فين جزئية الجرامر 201؟ افتح لي على 201 على طول جزئية الجرامر اللي عندي. قلنا اقدر استخدم بعد ذا اي اس تي، ذا اي اس تي زي ذا بيجست او ذا سينست او ذا هابيست. تمام، طيب بالنسبة لبعض تفسس الصفات تمام، بالنسبة لبعض الصفات زي جود، قال لي الدرجة الثانية بيتر زان، والثالثة اسمها ذا بيست. طب بالنسبة لباد، قال لي ورس زان، والثالثة ذا وورست، ذا وورست الأسوأ. طيب أمال لو صفة طويلة؟ لو صفة طويلة زي بيوتيفول أو باورفول، فأنا بستخدم قبلها ذا موست أو ذا ليست. عامة هي موست آخرها اس تي وليست آخرها اس تي، يعني أقدر أقول دايما الذا محتاجة الاس تي، الذا محتاجة الاس تي. طيب قلنا الشواذ عندي هنا هم باد، قال لي ذا وورست الأسوأ، جود قال لي ذا بيست الاحسن او الافضل، طب ليتل معناها هناك ذا ليست، ومور او ميني هناك بقول له ذا موست، ذا موست. تعال نطبق على جزئيه الجرامر ده من خلال الامثله. بقول جانيوري از اوفن ذا مانث، يبقى ذا Cold. كولدست. Cold. فاتن از ستودنت The ان ذا tallest. كلاس،
student in class يبقى انا بحتاج Tallest, ذا اي اس تي، ذا tallest. اي اس تي، ذا تولست، ذا تولست Coldest. ان ذا كلاس نمبر 3، بقول ذيس از ذا، The ذا best. ذا يبقى Best. بيست، ذا بيست، ها ات واز ذا. What?